سلام بنات، كيدير؟ لاباس عليكم؟ بخير، عواش المباركه. المهم اليوم بغيت نشارك معكم التحضيرات ديالي. كما كتشوفوا باقا ما رصيت حتى شي حاجه. هنايا التقديه كانت قداها راجلي، جاب الخوخ والتفاح والحامض، وهادي حطيتهم هنايا باش غادي ندير داك الشوكولاط في الفريكو، وديك القهوه نمشي نطحنها صافي، وديك البصله هي غنقيها. المهم بقاو معايا تشوفوا كيفاش استعدت لرمضان. دابا كما كتشوفوا البنات، جبت الحامض غسلته وقطعته طرونشات عتي باش بحال هكذا الا بغيت ندير شي طاوة الحوت او طاجين بحال هكذا نجبدهم يجوني ساهلين، ما بقاش عاد لنا هذا، ونفس الوقت باش ما يخسرش ليا الحامض في الثلاجه. على هاد الطريقه كنديرها البنات على ود شحال هادي، حيت عندي ثلاجه صغيره يعني بلا رمضان هادشي كنديرو دائما في الفريكو، وما كنديرش شي كميه كثيره تبارك الله، عندنا كلشي موجود. المهم دابا الصباح بديت بالحامض بداك الشيء اللي شرا راجلي، ومن بعد العشيه غنديكم معايا السوق، سوق الكلب او دابا ولا كيقولوا ليه سوق الصالحين، فغادي نمشي نتقدى صافي. الحامض غادي نسد عليه هكذا نديرو في المجمد، وغنغسل هذاك الشهديه غادي نديرها حتى هي في البلاستيكات. صراحه نفعوني هاد البلاستيكات، وهاد القشيرات هادو غنوريكم شنو غادي ندير بهم صافي. وغادي نجيب عاوتاني هذا مشماش التفاح، نوريكم الطريقه كيفاش كنحطها في الطبيق، كنغسلو مزيان مزيان كنحيد ليه القشره. البنات غادي ندير الليمون. بالنسبه للبنات غتشوفوا لي جربت الفيديوهات حيت درت المونتاج وقديت كلشي وما عرفتش وقع ليا المشكل والتكوانسه ليا هذا، وعاودتو جربتو باش دغيا يوصلكم باش زعما يجيكم مع ليله رمضان ساعه ما بغاش، داكشي علاش تشوفوا الفيديوهات كلهم مزربين باش زعما دغيا يوصلكم في التيليشارجي كي بغيتو تيليشارجيو ليا دغيا في الكوليكسيون صافي. هنا البنات كنجبد الليمون كله غسلتو مزيان، وحكيت ليه ديك القشيرات ديالو هكذا باش نستغلو دوك القشور شي كيكه هكذا شي بسبوسه. من بعد البنات جينا لسوق الكلب باش نتغداو، دزنا خدينا واحد الشوايه ديال الكفته السردين باش نتغداو وصافي، ومن ثم غادي نمشيو نكملو التقديه وصافي. البنات حنايا كتشوفوا خدينا الشوايه ديالنا ديال السردين، دابا نتغداو كما كتشوفوا. جينا غناخذوا الدلاح، معتمد بغا الدلاح، وهكذا دورتكم معايا شي شويه تشوفوا السوق ديالنا. هاد السوق بعيد عليا البنات ما قريبش، وجيت ناخذ الباربه البنات صافي. كتجي ناخذ مطيشه، خديت مطيشه لي سوغيز، خديت بوتنجال، فلفله، القرعه، خيزو، الكورجيت، الحال، الربيع، الحريره، والكرافس، الخص، النعناع، المهم داكشي اللي ناقصني. الزيتون ضروري الزيتون، خديت الحامض ربعه الحامض، داكشي كامل اللي محتاجه خديته. بالنسبه للبنات قالوا لي سناء ما وجدتيش معانا، فانا بغيت نشارك معكم داكشي البسيط جدا. دابا نيشان بغيت نوريكم هاد البواطات هادو زوينين صراحه، خديتهم بخمسة دراهم واحد المحل يلاه حل، اكتشفتو فلقيت هاد البواطات كبارين فعجبوني، خديت منهم جوج بعشرة دراهم. وحده درت فيها الشباكيه وغطيتها بالسلوفة، هاد العام ما طيبت لا شباكيه لا بريوات، نقدر الى ان شاء الله نصايب بريوات، الوقت باقي كاين يعني شحال من واحد كيصايب في بديه رمضان وعاوتاني كيساليو ليه وكيعاود يصايب، فما ماشي ضروري شي حاجه اللي ضروريه، اللي ضروري هو الصيام وهذا شهر الغفران صافي. بالنسبه للحمص غير جيت باش نرصي الخضره، نقيت الحمص وصافي، تبدا ندير كل ميكا فيها جوج كيسان، انا فزكت غير نص كيلو الحمص صافي، وغادي نديرهم في هذيك البلاستيكات غنسد عليهم. والفلفله درتها تشوى في الفران، والنص الاخر غادي نقطعو. المهم هكذا كان هذاك الاسبوع كنكون مرتاحه، ما كندركش راسي بتماره، كنلقى كلشي واجد، فكنبقى غير نجمع نغسل المواعن، كنعرفي المواعن مور الفطور مور السحور تيكونوا كتارين، فكتلقاي الوقت هكذا ديال الراحه وديال العباده صافي. هاد الحمص خشيتو دابا في الفريكو، وانا البنات ضد اي حاجه تخبى بحال عجينه البيتزا البطبوط، هذاك الشيء كيعجبني نخبيه الا كانت يعني شاط ليا ودرت واحد الكميه كبيره وما لقيت كيفاش ندير غادي نخبيها، اما باش نتعمد باش نعجن ونخبي العجينه الخبز ما كنخبيش في الفريكو حتى شي حاجه ما تنخبيها الا لا شاط ليا شي حاجه.
وصافي بحال هادشي كندير. علاش ما كنبغيش نخرج انا دائما للسوق، تنبغي داك الاسبوع الاول تيجيني شويه صعيب في الصيام، فكنبغي نرتاح واكثريه مع الوليد الصغير وهذا. وصافي هاي الشباكيه درت ليها السلوفه غطيتها، هنا خدينا واقيلا ما عرفتش شحال خدا، واش كيلو ولا 6 كيلو، درتو في هاد البواطه. وهنا معتمد ما كلاش، كلا غير شي شويه الكفته، ما بغاش الكفته السردين، قليت ليه واحد جوج بيضات عطاه يتغدى. ونرصي هاد البيض اللي ما كنغسلوش انا، غير كنديرو غير في هاد البواطه هادي، حتى كنبغي عاد كنغسلو. صافي البنات شاركت معكم ديال التقديه ديالي، غادي ندي هذاك الحمص نديرو في الفريكو، غادي ندير هاد الزيتون. انا كنت باغا نديرو في هاد البواطه، ساعه جاتني كبيره غارقه، غنحولها لشي بواطه اخرى. صافي وغادي ندير الحامض نقطعو، جبت رابعه ديال الحامض، ما رقدتش هاد العام الحامض، رقدتو هذيك المره على عقلتو، صافي دوزت به ما عاودتش رقدتو. كاين باقي الوقت ان شاء الله، الا بان ليا الحامض البلدي راه غادي، انا ما بانش ليا في السوق، بان ليا غير رومي في هاد الايام. خديت هاد الزيتون بحالو مسلاله، غير هو مشرمل، خديت الهريسه، خديت المطيشه كما كتشوفوا هاد البلديه كتجي زوينه في الحريره، هاد لي سوغيز خديتها شويه كبيره ماشي صغيره، وخديت مطيشه البلديه حتى هي كبيره، خديت الكورجيت كنبغي بحال هكذا في الوصفات محكوك في الطاجين كيجي زوين. خديت كما قلت لكم الدجاج، خديت الفلفله راه هي كتشوى، خديت البطاطا. وصافي دابا غادي نشد خيزو حتى هو غنضرب ليه غسله، وغادي نقطعو طريفات صغيورين، ما غنسلقوش نسلقه، كنديرو نيشان في المجمد. وغادي ندير طرونش دوائر الا بغيت ندير شي طاجين الحوت او شي طاوه ديال الدجاج في الفران. المهم نقسمو هكذا على جوج، هادو درتو مقطعين، غسلتو ونقيتو وقطعتو، ما درتو لا في ما سخون لا في ما بارد، كنديرو هكذا نيشان في الكونجولي. وهادو درتهم دوائر حتى هما اللي احتاجيتهم في الحوت تلقاهم واجدين. باش نمشي للدار، لا يلا كبيت القرايع، عمرت العطريه، ضربت ليهم مسحه، جيت هنا كنقي الفلفله مشويه، انا كتعجبني هكذا الزعلوك. بودنجال ما شويتوش، بودنجال جبت حيت غير بودنجال جبتها كبيره، السيد اللي خديت من عنده الدنجال لقيت عنده غير داك الدنجال الكبير، فخديت وحده بحال خديت ربعه. وصافي دابا غنقي وندوز للربيع، هنا غادي نحبس الفيديو، غادي نقول لكم عواشر مباركه، ادخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمناو يا ربي. وكما كنقول لكم الواحد يمشي على قد الجهد ديالو بشويه عليه، كلشي تبارك الله موجود في السوق، واي حاجه احتاجيناها راه كاينه. وصافي ولا بقى شي حاجه راه غنتقداها بطبيعه الحال. وصافي هنا غادي نقرد الربيع، الكرافس، النعناع حتى هو درتو في البلاستيكه. صافي المهم انا كنشوف هادشي اللي ما غنخرجش للسوق في هذيك اليومين، ومن بعد ملي كنحتاج شي حاجه راه كلشي حدانا، كلشي كاين، كلشي موجود تبارك الله. صافي هنا وقتو كيبقى لكم النهار العباده الراحه، تفرجوا وتجلسوا، وكيبقى بزاف الحوايج شغالات راكو عارفين رمضان، فداك الشيء علاش انا بحال هكذا. وكنحيد حتى داك الوسخ ديال البصله وهذا، ما كيبقاش ليا يعني ازبال ديال هذاك، كنرتاح بحال هكذا بالبصله، راكو عارفين كتكون التراب وهذا. صافي دابا غنديرها في هاد البلاستيكات هادو، وهكذا حتى جيت شي هكذا باش نصايب الحريره، هادي درتو غير الحريره كلها بصيله، غنديرها في واحد البلاستيكه غير انا ما غنزدهاش، وهادي باش ما نضيعش البلاستيكه. هانتوما غادي ندير جوج في دقه واحده، يعني كل وحده وتجيني ساهله، ملي غنبغيها نقطعها غير بالبوس ولا بالمقص، وما غاديش تسد تحل الاخرى. المهم هادي الطريقه ديالي، انا بغيت نتوما تخليو بلاستيكه وحده ديروها، انا اختكم زقرابه شويه. صافي وبالنسبه انا ما ندير لا فطر لا والو، كل حاجه عارفها فين غنحطها، والديسيري نديرو بوحدو، والخضره نديرها بوحدها. بقى لي الخضره عاد نجيبها، ما تقديتش الخضره كما قلت لكم، انا غير جيت من عند بابا لقيت الجلبانه والبصله خداها راجلي والليمون وهذا والشهديه والخوخ. ما تبقى غنمشي للدوار، غادي نشري داكشي اللي خاصني وانتوما معايا. المهم دابا الصباح هذا هو دوزتو هكذا، بالنسبه للغدا ما طيبش الغدا، غادي نشوف حتى يجي راجلي شنو غديرو، نقدروا نتغداو في الدوار. المهم انتوما معانا، صافي وهادو غنشدهم كما كتشوفوا بحال هكذا، ديروا في المجمد
المهم كنحيد عليا، وخا جات لاخر لحظه اللي لاحظتو العام اللي فات كنت بزاف د الحوايج حيدتهم عليا. هاد العام هذاك الشيء نفس ها هو تبارك الله وجدت، يعني ما ماشي ضروري. هنا البنات هاد القهوه هادي كانوا فيها جوج، بغيت نخلي الماما وحده حيت الاخت قالت لي زعما عطي لماماك حتى هي وهذا، وضروري نذوق ماما يعني بلا ما تقول لي غنذوقها. فملي جيت نحلها فرقعتها من هاد البلاصه، وداك الشيء علاش انا ما كنتش غنصبق هاد القهوه، كنت غنصبق هذيك الحك الاخر اللي جا مع الكوكوت وصافي. قلت بلا ما نضيعها ارا الكبه دابا ريت، وهذوك البكيات ديال اتاي حبوب حنايا راجلي يعني هكذا في عادتهم هكذا كيخلطوا هاد اتاي حبوب العادي مع داك اتاي الشعره كيجي زوين. صافي هكذا غدير انا نخلطهم بجوج. صافي السكر عندي، الزيت عندي، المهم داكشي اللي غادي يبقى غادي نحاول نفكر زعما واش نسيت شي حاجه. وصافي والله بحدانا الحال وتحدانا السوق صراحه، نحيدوا بالله هذيك اللهطه راه ما عندها باش تزيد. لا لا تبارك الله راه الخير كله كاين، الواحد خصو غير يكون شبعان وقلعان باش يتساير مع هاد الحياه هادي. المهم كل واحد وشنو في نظارو، باش يبقى يشري 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 وكل شيء حدانا حنا قرابي لينا كل شيء. السوق يعني على حدا يعني لاصق عليا انا فيه ساكنه. البنات هنايا عاوتاني الربع اللي غسلت في الصباح اللي اللي شريت في العشيه معاكم في السوق. صافي تسقطر انا كنخلي حتى كينشف مزيان، وغادي نقرضو غادي نقرض الكرافس. انا ما خديتش كميه كثيره بحال العام اللي فات صراحه، ما كيجيش زوين في الحريره، كتعجبني الحاجه طريه باش كتجي الحريره ني ريحتها زوينه وعاطيه. صافي وكنقرضها بهاد هذا. صافي البنات هنا غادي نودعكم ونقول لكم بالسلامه عليكم وعواشر مباركه، والله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه، وان شاء الله يكون هذا الفيديو غيوصلكم ان شاء الله في الليله ديال رمضان ان شاء الله الا بغى الله، الا ما تعكستش الامور. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو كما